محمد، كلمني الساعة كام بالظبط حصل الحادث؟ أول ما سمعت الطلقات إيه كان تصرفك، إحساسك إزاي؟ توقعت إن ده ممكن يكون حادث إرهابي، ولا أنت كنت فاكر إن ممكن يكون حاجة تانية بس رحت عشان هو تتأكد؟ الموضوع بدأ بداية كانت حوالي الساعة 11 إلا ربع، 11 إلا 10 في الحدود دي. سمعنا صوت ضرب نار جامد جدا، كان الصبح طبعا الجمعة، يوم جمعة الدنيا هادية شوية، ما فيش أصوات في الشارع، فصوت غريب الصبح، صوت ضربات النار كان جامد جدا. أول ما جه في ذهني طبعا طلعت أبص من البلكونة ومن الشباك أشوف في إيه. لقيت إن الصوت جاي من اتجاه الكنيسة، في ناس بتجري في الشارع في اتجاهات مختلفة، في أطفال بيجروا في الشارع، والصوت عمال بيزيد 5 7 دقايق على هذا المنوال، الصوت بيزيد بيزيد، ضرب النار بيزيد. بدأت أشوف ناس بتطلع على السطوح وبتحدف طوب على حد في الشارع، بتحدف طوب على ناس في الشارع، فأنا مش متخيل في ذهني إن إيه اللي بيتم. قلت ممكن تكون مثلا خناقة، يكون مشاجرة فيها ضرب نار فيها سلاح، لأن الناس بتحدف طوب على حد في الشارع، فالموضوع لحد دلوقتي ما كانش باين له ملامح. مرة واحدة ظهر الشخص بقى الإرهابي اللي ظهر في بداية الفيديو، ازاي خدت بالك منه؟ واحد خارج من الشارع شكله غريب، ماشي ماشي غريبة وماسك في ايده رشاش كبير. ما جاش في ذهني اول حاجة جت في بالي، رحت جبت الموبايل وبدأت اصور وبدأت اتابعه، حتى بدأت اعمل عليه زوم بحيث ان انا احاول على الاقل اجيب اكتر حاجة في ملامحه، احاول اجيبه على قد ما اقدر. في حاجة زي كده اول حاجة جت في دماغي ده في ضرب حصل في الكنيسة للأسف. طبيعة أي حاجة لو حد إرهابي بيعمل حاجة أكيد مش هيمشي في الشارع بالصورة اللي حصلت بعد كده في الفيديو، قلت ممكن يهرب، ممكن يجري من أي شارع جانبي، فكنت بحاول احنا على طبعا قد ما شايفين على أقدر. الشاشة الفيديو اللي صورته يا محمد تمام بتفاصيله، بنتابعه. تمام أنا كنت كمل. بحاول على قد ما أقدر في أول الفيديو إن أنا أحاول أركز عليه، أحاول أجيب على قد ما أقدر، بس طبعا كل ما كنت بعمل زوم طبعا كانت الموضوع بيبقى الصورة مش واضحة أكتر. تمام. لقيته ماشي بقى في الشارع، خلاص الموضوع بكل هدوء ماشي في الشارع، مش باين حتى هو ماشي رايح. طب بتعمل إيه؟ بيضرب نار بطريقة عشوائية، بدأت الناس فعلا على السطوح بتاعة البيوت تزيد، اللي بيحدف عليه طوب واللي بيحدفوا عليه أزايز، الناس بدأت يعني بتحاول يعني مش عارف تصيبه أو تنشن عليه إن هو يوقفوه يعني، وهو برضه ماشي مكمل بطريقة غريبة جدا.